أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مشورة أسرية. احنا لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن التربية، وهنتكلم في حلقتنا النهاردة عن مرحلة مهمة جدا وبتكون صعبة جدا، صعبة على الأبناء وعلى الآباء. هنتكلم عن مرحلة المراهقة، بس رحبوا معايا الأول بضيفنا اللي منورنا مباركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف، أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا بيكم سيدنا. يمكن في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن التربية واتكلمنا عن تفاصيل كتير في التربية، يمكن النهاردة عايزين نتكلم بتفصيل أكتر عن مرحلة المراهقة، لأنه مرحلة المراهقة بقت خصوصا الأيام دي بقت مرحلة صعبة قوي على الولاد وعلى الأباء. فعايزين نعرف الأول من يافتك، إمتى بتبتدي مرحلة المراهقة؟ المراهقة بتختلف، يعني هم بيسموها تين إيجر على أساس هنبتدي من 13. أوكي. يعني بكده 10 11 12 ما فيهاش الإين دي، ما فيش إين، 13 14 لكن الحقيقة بقت بتبتدي أصغر من دلوقتي. يعني ممكن تبقى 10 ممكن تبقى 11 كده. يعني البنات بيبتدي في مرحلة المراهقة قبل الولاد، يعني ممكن بنت تبقى في سن 10 ممكن الولاد تبقى بعدها 11 12. أوكي. إلى آخر. يعني المرحلة المراهقة بيبقى فيها تغيرات كتيرة جدا. أنا بس عايز أتكلم على تغير واحد مهم جدا لأن إحنا ما بنفهمهوش، وده اللي بيسبب مشاكل كتيرة بين الأباء والأمهات. الإنسان كل مرحلة في حياته بيمر، يعني عشان بينمو بيمر بانفصال ثم إعادة اتصال على مستوى آخر. يعني مثلا في الولادة الطفل أول ما بيتولد بينفصل عن أمه وبعدين بيعيد اتصاله بالأم والأب على مستوى تاني. يجي يبتدي يتعلم المشي فبينفصل تاني عن الأب اللي بيشيله أو الأم اللي بتشيله، وبيبتدي يعتمد على نفسه وبيبقى متصور أنه هيكتشف العالم كله وأنه مش محتاج حد يساعده في حاجة وأنه هيعمل كل حاجة. وبعدين بيكتشف الليميتيشن بتاعته فبيعيد اتصاله. نفس الكلام لما بيبتدي يروح المدرسة بتحصل سيباريشن من البيت ومن الجو ده وبيروح لعالم خارجي، ممكن تحصل معاه شوية سيباريشن انكزايتي وبعدين يرجع تاني. يعمل ري اتصال. المرحلة المراهقة بقى الانفصال دي ان الواحد عايز يشعر انا خلاص بقيت راجل، لو انا بقيت قضاء، انا مش معتمد على بابا وماما. فبيبقى ميال ان يقول لا، يقول لا علشان اثبت ان انا وجوده وانه معتمد على شخصيه مختلفه. انا انا مش الكونتينيويشن الاستمراريه بتاع بابا وماما. اوكي. فاول شخصين بيتمرد عليهم هما بابا وماما، الاب والام. اول شخصين بيتمرد. تخيل بقى الاب والام ابنهم ده مثلا لغايه سن 10 12 سنه حاضر نعم مطيع حلو بيسمع كلامهم، فجاه لا مش هعمل ده. الاب والام طبعا زي جو كريزي وبيقولوا ابننا تعال بقى معاند بقى متمرد بقى الى اخره. يعني فبيروحوا يحاولوا يحكموا سيطرتهم عليه اكتر. اوكي. ويتحكموا فيه اكتر، ده بيخليه يعني اكتر واكتر. وبنخش بقى في الصراع ده. احنا we don't facilitate الانتقال لمرحلة المراهقة دي بطريقة سموث. لكن لو الاب والام ما يبصوش لان ده ابنهم ابتدى يبقى متمرد او ابنهم ناضج او ان ابنهم بقى معاند، لكن دي مرحلة من مراحل النمو بتاعته. لو فهموا الحته دي دي هتكون كي لحوار سليم بينهم ما بين ولادهم، يريحهم جدا جدا جدا. يعني ودي في رايي يعني 70% من حل المشاكل ما بين الاباء والمراهقين ان يفهموا الحته دي. لان كتير مثلا حبيبي تعالى روح القداس، لا مش هاجر القداس، فيفتكروا بقى ان الولاد بعد عن ربنا، ممكن يكون بيبقى ملحد،
كل بقى الافكار الغريبه اللي في دين دي فيضغطوا عليه غصبا عنه. الضغط ده يعمل نوع من انواع التمرد اكتر, وده اكشن ممكن يسبب ان الولد يعني يسيب الكنيسه ويبعد عن الكنيسه. انا هنا طيب ممكن يقولوا له طب نسيبه ما يجيش الكنيسه, ما احنا لو سيبناه مش هيجي الكنيسه خالص. هنا التفاهم واعطائه حرية في الاخر الاختيار. يعني هقول حبيب بص احنا اللي محتاجين الكنيسه مش الكنيسه اللي محتاجانا. انت لو بتروح الكنيسه تاخد البركه دي ودي ودي, لو ما روحش انت بتفقد كذا وكذا وكذا. لكن في الاخر ده قرارك واختيارك, وفكر وشوف انت عايز تعمل ايه. لو الموضوع طول مثلا, لو هو قعد 3 4 اسابيع ما بيروحش الكنيسه, هنا بقى محتاج تدخل تاني, لان الكنيسه دي من الضروريات. انا مش هسيبه انا هندخل اقول طب انا عايز افهم ايه الفجاه انك يعني تغيرت من هنا لهنا, واشوف ايه السبب. في هل ابتدى يبقى في تاثير من الخارج عليه, ابتدى يقرا قرايات معينه, هل التمرد ده علشان يعني احس بشخصيته المستقله فيها تمرد على الكنيسه. وهو ممكن يكون الواحد بيتمرد على كل اوثوريتي عنده. بتمرد على الكنيسه, بتمرد على ربنا, بتمرد على بابا وماما, بتمرد على الجوفرمنت, بتمرد على اي اوثوريتي موجوده. فممكن يكون ده نمو طبيعي, وانا لازم كاب افرق ما بين هل ده نمو طبيعي ولا هو فعلا الولد يعني داخل في خط بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسه. ابتدى بقى الصداقات والكلام بقى اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده, الالحاد وكل بقى الشرور والفلسفات المعاصره دي ابتدت تاثر على ذهن ابني. لكن انا بس عايز ان الاباء والامهات يفهموا النقطه دي, ان تطور طبيعي ان الولد في المرحله دي يبتدي يختلف مع الاب والام, يبتدي يقول لهم لا, يبتدي يحس بكيانه وشخصيته, وانا لازم اساعد النمو ده ما اقفش ضده. يعني احنا دلوقتي سيدنا دورنا ان احنا نبقى فاهمين انه ده دي رد فعل طبيعي او عادي في المرحله دي ان هو يعترض, فانا يبقى فيه زي لغه حوار ونتناقش, ولكن ما تخضش من رد فعله معايا, واتعامل مع الموضوع بحكمه وما احاولش اكسره. اوكي, وخش في باور ستراجل. انا اتكلمت على الباور ستراجل قبل كده. لو الباور ستراجل مع الاولاد او الاولاد اللي هم سنهم لغايه 19 سنين مضره, مع التين ايجر مدمره مش مضره, بتدمره. اوكي, لاني مين يكسر مين؟ لو كسرني خلاص, ولو انا كسرته انا بدمر شخصيته. فهنا وي نيد تو افويد يعني الصراع القوة ده, نزاع بينه. محتاجين ان احنا نتجنبه بكل صورة وبكل شكل. هو يمكن ده محتاج حكمة كبيرة من الاباء والامهات. طب طب سيدنا, هل في فترة معينة ابتدي اتكلم معاهم عن مرحلة المراهقة اللي هم هيمروا بيها؟ يعني هل اقعد اتكلم معاهم اقول لهم هيحصل كذا؟ يعني امتى كمان اتكلم انه هتلاقي في تغييرات معينة حصلت في جسمك, او البنت حصلت في جسمك حاجات تغييرات معينة؟ امتى ابتدي الكلام ده, وايه الكلام اللي ممكن اتكلم معاهم فيه؟ I think يعني احنا محتاجين نكون برضو proactive. يعني الام كده بالفطنه بتاعتها تبقى عارفه ان بنتها قربت على المرحله دي. اوكي, فتبتدي تكلمها وتقول لها دلوقتي انت كبرتي, مع الانسان لما بيكبر بتحصل تغيرات جسديه ونفسيه. ده لهم ما كانوش عارفين وما كانوش يعرفوا الكلام ده. أوكي, ان الولاد بيبقوا عارفين الكلام ده. بس سيدنا بيتهيألي حتى لو هم عارفين مهم يعرف من الام. طبعا يعرف من البيت, وبيعرف بطريقه راقية وبطريقة سليمة وبطريقة طبية سليمة. لأن العالم بيدي معلومات مشوشة, يعني معلومات خاطئة. وأنا أفضل إن الأم تكلم بنتها والأب يكلم ابنه. أوكي, لأن أكتر واحد هيفهم نفسية البنت هي مامتها, وإنها مرت بظروف دي, وأكتر واحد هيمر بنفسية الابن
هو الأب ويقعد ويكلمه ويشرح له بالظبط يعني يعني في تغيرات جسمية، في تغيرات نفسية، في تغيرات بتحصل في الهرمونات بتاعت الإنسان، وده ممكن يأثر على حتى العواطف والمشاعر ونظرة الإنسان لنفسه. كنا اتكلمنا قبل كده مثلا على السلف استيم وكده. فمن ضمن مثلا الحاجات الخاطئة في الفترة دي خصوصا عند الولاد، بتلاقي مثلا ايه وش الملائكة الطفولي ده ابتدى يتغير، ابتدى شكله يتغير، ابتدى صوته يخشن شوية. لو هو او اخت مثلا تراهم حب شباب في وشهم كده الاكني، فالواد يبص كده على على المراية على شكله يبقى مخطوط، ايه الشكل الغلط ده يعني. وصوته اتغير وكده يعني. فلو قعدوا يتريقوا عليه وصوتك بقى وحش، وخصوصا لو هو شماس ويروح البيت يقعدوا يتريقوا عليه انت ايه اللي كنت بتقول النهارده وصوتك وحش كده، هم بيكسروا في السيلف استيم بتاعه. لكن لازم يتشرح لهم ان دي تغيرات بتحصل، ولكن في الاخر جسمه هيستقر وهيبقى يعني ربنا تاني جسم الانسان جميل ان جنرال يعني. فربنا هيدي جمال، فما تبصش للمرحله الانتقاليه دي. وحتى لو طلع حب شباب ولا كده برضو بكريمات وبعض العلاج بيخف وبيروح تماما. وممكن تبص على الناس الكبار مش موجود عندهم اغلبهم الكلام ده تماما. يعني لازم يكون في نوع من انواع التشجيع، واشجعه ان هو يقبل التغيرات اللي هي بتحصل فيه. برضو نفس الكلام مع البنت، ده برضو شكلها الملائكي كده ابتدت تكبر، شكلها بس ابتدت تطول قوي او لسه قصيره فحنا الكومنتس لما بتتقال على طول او الاسره او مثلا لو ابتدت تزيد في الوزن الى اخره، فدي برضو محتاجه مراعاه. التعليقات اللي احنا بنقولها في الفتره دي ممكن يكون لها تأثير سلبي. نقطة تانية خصوصا بالنسبة للولاد، لما جسمهم بيكبر والعضلات بتنمو كده ممكن يحتاجوا يأكلوا كتير. أحيانا بتتقال لهم يعني تعليقات على الأكل كتير مهينة شوية وهو الولد بيبقى غصبا عنه يعني هو محتاج الأكل ده لأن الجسم عمال يكبر بسرعة، فهو محتاج التغذيه دي يعني. فقعد بقى يتريقوا ده مش عارف بياكل كام رغيف، ده ما يكفوش، ايه ده ايه. فممكن الحاجات دي يعني في ولاد بتاخدها بهزار وكده يعني، لو نفسيته قويه هيعديها. بس في ولاد ممكن الكلام ده يتعبهم يعني. اللي انا عايز اقوله اتس اوكي ان احنا نضحك مع اولادنا، اتس اوكي ان احنا نهزر معاهم، بس اتس اوكي لازم في الاول اكون فاهم نفسيه ابني. هل الضحكه دي او الهزار ده هيجرحه ولا يعني. انا هقول لك مثلا مر على غلطه انا عملتها. في بنت عندنا يعني كان قصيره كده، فكنت بضحك معها كل ما اسلم عليها اضحك معها، ولا انت لسه في ابتدائي مش تكبري مش عارف ايه، بعمل الكلام ده بحب يعني، ما اقصدش ان انا يعني اجرحها يعني. فمرة رحت الكنيسة والبنت ما جاتش تسلم عليا، فسألت مامتها قلت لها امال فين فلانة، ما متعود يعني تيجي تسلم كده. قالت لي احنا متضايقة ان انت عشان بتكلمها على انها طولها وانها قصيرة وكده يعني. فطبعا حسيت ان انا ما كنتش حساس للنقطة دي، وهي كانت برضه في مرحلة المراهقة وكان يعني نظرتها لنفسها مهمة جدا جدا يعني. فالمهم ان البنت اعتذرت لها وخدت بالي بقى مش مع البنت دي بس، مع يعني كل التين ايجر ان انا اكون حساس في ان انا اعمل كومنت لالا يكرههم في المرحله دي يعني. هل يا سيدنا هم بيكونوا في المرحله دي حساسين زياده عن الطبيعي يعني؟ طبعا الهرمونات، التغير الهرمون ده بيخلي حساسيتهم زياده عن الطبيعي. بعض منهم بيبقوا فيري ايموشنال، كلمه تقولها لهم يبكوا على طول. بيبقوا الحساسيه بتبقى زياده. برضو لازم افهم اني
احنا شخصياتنا متنوعة، ممكن واحد يكون انتروفيرت، ممكن واحد يكون اكستروفيرت. لازم اقبل كل شخصية بطريقتها. أوكي. مش لازم نكون كلنا اكستروفيرت. ممكن اكون انتروفيرت، ممكن اكون اكستروفيرت. فهنا الاب والام برضو بيتعاملوا مع الشخصية دي، ما يقولش ليه انت قاعد لوحدك، انت شخصية انطوائية ده وحش. لا، يعني لازم تخرج، لازم تعمل. لازم يعني افهم الشخصية وايه الميول الشخصية دي، واتعامل مع الميول الشخصية دي بطريقة سليمة، واشجع كل شخصية ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. يعني اغذي الايجابيات وانا نحاول اتجنب السلبيات. هل سيدنا في الفترة دي بتبقى تعاملي مع البنت في مرحلة المراهقة مختلف عن الولد، ولا تقريبا بتبقى يعني نفس التغيرات ونفس الحاجات اللي بتحصل، المشاكل اللي بتحصل لهم؟ يعني هل في اختلاف بين انه الابني او بنتي يعني دلوقتي هو ولد او بنت اللي بيمر في مرحلة المراهقة؟ الى حد كبير التغيرات يعني واحدة، والواحد لازم يكون يعني بيتعامل بنفسية مريحة لهم هما الاثنين، فيها قبول، فيها حب، فيها تفاهم للي بيمروا بيه. لكن طبعا البنت في الفترة دي بتبقى عندها ميكسد فيلينج ما بين الاعجاب بالولاد ومثلا والخجل، وبتفكر في مستقبلها وهتعمل ايه الى اخره. يعني وهل هي اتراكتيف ولا مش اتراكتيف الى اخره. الولد ممكن يكون له اهتمامات تانية في الفترة دي، البطولة وال يعني عشان كده الرياضة بقى الجيم، الهيروز بتوعه لعبة الكورة والبطولات والحاجات دي. يعني من هنا برضو حتى يعني في مدارس الأحد مثلا تقديم شخصيات بطولية زي مثلا داود وشمشون ونحمية المصلح القائد البارع، يعني ودانيال يوسف الصديق. تقديم شخصيات دي للولاد بتبقى مهمة جدا، وبرضو تقديم شخصيات للبنات زي مثلا سارة كزوجة قوية ولكن في نفس الوقت خاضعة لإبراهيم. يعني ما فيش تعارض ما بين قوة الشخصية وما بين نكون خاضع وكده. نقدم مثلا قصص العذراء مريم وفي عفتها وطهارتها، نقدم قصص مثلا زي دبورة كانت قائدة ونبية في بني إسرائيل وهي امرأة. يعني برضو نحط الأمثلة دي قصاد الولاد والبنات يعني يحتزوا بيهم ويتعلموا منهم، برضو يعني حاجة مفيدة. فبرضو يعني الاحتياجات النفسية للبنت بتختلف عن الاحتياجات النفسية للولد. من هنا برضو يعني طريقة التعامل أو الأمثلة اللي أنا بحطها قصادهم بتكون مهمة. أوكي. عشان تراعي يعني احتياج كل واحد النفسي والجسدي والإيموشنال والروحي إلى آخره. هل يا سيدنا مهم أنه أنا كأب أو كأم وعندي بنت في مرحلة المراهقة أن أنا أقول لها طول الوقت أنه انتي حلوة، الله اللبس ده شكله كويس عليكي، علشان اخليها ما تبقاش مكسوفة من شكل جسمها اللي اتغير فجأة وتبقى عندها ثقة في نفسها؟ التشجيع مهم، بس زي ما قلت من غير مبالغة فيه. اوكي. لكن التشجيع مهم جدا، واني يعني اشجعها زي ما بقوله بما هو فيه. اوكي. يعني لان احيانا الولاد بيحس لو انا بجامل وبقول اي كلام، يعني بحس ان انا بقول اي كلام يعني. فلازم اشجعها بما هو فيها، يعني امتدح حاجات حقيقيه فيها ربما مش واخده بالها منها، بس امتدحها فيها يعني، فده يديها ثقه في نفسها. طيب سيدنا نيفتك قلت لنا انه في المرحله دي البنت بتبتدي انه هي هل هي اتراكتيف ولا لا، هل هي كمان منجذبة للجنس الآخر أو لا. فهل في المرحلة دي مهم أنه الأب يعني يقوي علاقته ببنته علشان يعوضها أن هي ما تدورش على الحب برا، أو
ما تدورش على الحنان بره، فيبقى الاب هو اللي مهتم بيها اكتر في المرحله دي. الحقيقه الاب والام لان يعني سوري الاب مش هي يعني هي عايزه تاخد كومنتس من ولاد في سنها مش من ابوها يعني يعني عايزه تعرف ما هو باباها بيحبها لانه دي بنته فهي عايزه تاخد كومنتس من ولاد في سنها. لكن لما بيكون واحد شبعان بالحب الاسري بالحب من الاب ومن الام حاسس انه محبوب يعني فانا حاسس محبوب فاقدر اتحكم في نفسي لغايه لما اوصل للسن المناسب للزواج. ما بقاش انا عطشانه للحب اي حد مش اي حد يقول لي كلمه كويسه بجري ورا بخمن يعني. طيب وبالنسبه للولد يا سيدنا ايه اهم النقط اللي لازم الاب والام يركزوا عليها علشان برضو الابن ما يلجاش انه يدور على اصحاب بره يهتموا بيه اكتر من البيت وتحصل مشاكل؟ مفهوم الرجوله ومفهوم القوه ومفهوم الشخصيه يعني الولاد بيحس ان هو مفهوم الرجوله ان هو يشرب سجاير ياخد دراجز يجرب الكحول يوقع بنات يعني ولاد بيقعدوا يترهنوا ان هو كان بنت وقعها والى اخره. فهنا لما بغرس في مفهوم الرجوله الشهامه بقى ان انا بحمي البنات دولت اصحابي مش بوقعهم ده مش رجوله اطلاقا يعني ان الرجوله ان انا احافظ على جسدي اللي هو هيكل ربنا ما بوظهوش بالمخدرات وما بوظهوش بالسجاير والى اخره. احيانا الافلام بتصور العنف والقوه الجسديه هي دي البطوله وهي دي الرجوله وعشان كده الدوميستيك فايولنس ابتدى يزيد. لكن الرجوله الحقيقيه هي في احتمال الاخرين واحتوائهم وان انا لو عندي قوه جسديه اساعد بيها الاخرين مش افتري بيها الاخرين. يعني القوه في العالم بتستخدم ضد الاخرين انما القوه المسيحيه تستخدم لحمايه الاخرين. يعني الله قوي وخلى اولاده اقوياء انما في قاده العالم لما يكون قائد قوي ما يحبش حد جنبه قوي يحب يستخدم القوه دي عشان يخوف ويضعف الاخرين. لكن هنا القوه الحقيقيه لحمايه الاخرين مش لارهاب الاخرين. فمن هنا بعرف ان الولد انت ليك دور لانك انسان قوي ليك دور في حمايه اخواتك البنات ليك دور في ان انت تحافظ على جسدك تمجد ربنا ما تضعفش جسدك بالسجاير والالكحول والكلام ده يعني. فمفروض القوه الحقيقيه ودينا بقى نماذج للقوه من الكنيسه ومن الكتاب المقدس ومن اطار الكنيسه دي نقطه مهمه جدا يعني بالنسبه لتربيه الاولاد في السن ده. سيدنا يمكن ده هيخليني اتكلم عن يافتك عن الحريه ازاي اديلهم حريه لان هم في الوقت ده هم بيتمردوا على اي حاجه حواليهم عايزين يحسوا ان هم بقوا مستقلين. فده يخليني اتكلم عن الحريه وازاي تبقى الحريه زي ما بنقول مقننه علشان ما يبقوش بيعملوا حاجه تاذي نفسهم. بس احنا للاسف وقت حلقتنا خلص فده اللي هيكون كلامنا مع يافتك في الحلقه اللي جايه. ختاما بنشكر يافتك جدا. يافتك نورتنا وباركتنا. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن فتره المراهقه وهنتكلم عن الحريه في الحلقه اللي جايه فتابعونا. ختاما بشكركم واشوفكم على خير في حلقه جديده ومشوره اسريه.